بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة. أستهل الحلقة بالترحيب بالزميلة الأستاذة آية الروبي. أستاذة آية، أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيك يا أستاذ مجدي، وأهلا بالسادة المشاهدين. إن شاء الله تكون حلقة مميزة ونقدر نفيد فيها الجمهور. أسرة برنامج عالم الرياضة عاملة مسابقة تثقيفية في الرياضة قدرها 1000 جنيه للمركز الأول، والمركز الثاني طقم رياضي. هيتم السحب إن شاء الله في نهاية الحلقة والإعلان عن اسم الفائز، أما في الحلقة الجاية هيكون استلام الجائزة. سؤال الحلقة بيقول: قام حكم مباراة في كرة القدم بإيقافها لمدة دقيقة لإفطار لاعب مسلم، فأي بطولة كانت واسم الفريقين واسم اللاعب واسم الحكم؟ السؤال الثاني: لو دخل أحد من الجماهير ومنع هدف محقق، فهل يتم احتساب الهدف أم لا؟ أسرة برنامج عالم الرياضة عملت مسابقة تثقيفية في الرياضة المصرية ولجماهيرها، جماهير برنامج عالم الرياضة. السادة المشاهدين في المنازل، جهزوا التليفونات واتصلوا على الأرقام اللي موجودة دلوقتي وردوا معانا علشان تنضموا للسحب. كنا أعلننا من كام يوم عن المسابقة عن طريق صفحة الفيسبوك وصفحة البرنامج برنامج عالم الرياضة. سؤال الحلقة بيقول إن في أحد المباريات في الدوريات الأوروبية تم إيقاف المباراة لمدة دقيقة لإفطار لاعب مسلم. طبعا كان في اتفاق مسبق قبل المباراة ما بين الحكم وما بين اللاعب، وبناء عليه تم إيقاف المباراة. اللاعب طبعا فطر. سؤال الحلقة بيقول: اسم البطولة اللي كان فيها الحدث واسم الفريقين واسم اللاعب واسم الحكم. السؤال الثاني بيقول: ماذا لو مهاجم تم مراوغة حارس المرمى وانفرد بالمرمى تماما، وفي طريق الكرة إلى المرمى دخل أحد الجماهير ومنع الكرة من دخول الهدف، فهل يتم الاحتساب الهدف أم لا؟ سيجيب عن السؤال الثاني كابتن رضا البتاج رئيس لجنة التحكيم، ولكن في آخر الحلقة. جهزوا تليفوناتكم واتصلوا علينا، هنستقبل اتصالاتكم النهاردة، هنفتح التليفونات. أما عن حلقتنا النهاردة، في بداية هي الحلقة فيها مجموعة من الأخطاء هنتكلم فيها، بداية طبعا من الإعلامي الأستاذ تامر أمين وما حدث منه أو ما بدر منه في الفترة السابقة، بالكلام عن أهل الريف وعن الصعيد. طبعا كلنا عارفين الفيديو موجود والراجل قدم اعتذار، ولكن أنا ليا ملحوظة وليا تعقيب على ما بدر من الأستاذ تامر أمين. مش الأستاذ تامر أمين بس الحقيقة، أستاذ تامر وأي حد يتكلم عن الشعب المصري. إذا كنت هتتكلم عن شعب، فياريت نختار الألفاظ بعناية، لأن كلمة شعب معناها فيه الحلو وفيه الوحش أيا كانت النسبة، يعني نسبة الحلو أكتر أو نسبة الوحش أكتر، فمناش إن احنا نقول نخص فئة بعينها بأنها وحشة أو ننتقدها بالشكل اللي كان فيه سوء توفيق من اختيار العبارات للأستاذ تامر. وأنا بقول إذا كان النقد من باب النقد فبلاه، وإذا كان النقد من باب الإصلاح فياريت تقول لنا أستاذ تامر أو غيره طبعا، قول لنا أنت بتنقد إيه وإيه الحلول اللي عندك لمعالجة ذلك ما تنتقده. سؤال بس للأستاذ تامر، حضرتك بتتكلم عن الجهل أو عن الفقر بما يخص معظم ناس من الفلاحين أو ناس من الصعيدة، فأنا بقول حضرتك قدمت إيه للناس الفقراء؟ هل ساهمت في بناء مصنع؟ هل كان ليك مثلا أعمال تخص العمل إنك ترفع بإيدين الناس ديت؟ وما يخص التعليم برضو بتتكلم عن الفقر، هل كان ليك مساهمات في بناء مدارس مثلا تقدر تساعد فيها فعلا الأهل والشعب المصري بكل طوائفه وبكل انتماءاته وكل قراه وكل محافظاته؟ هل حضرتك قدمت حاجة، ساهمت في بناء مدرسة أو ساهمت في بناء مصنع عشان نقدر نقول إن الناس دول ليهم علينا حق؟ وقبل ما ننتقد الشيء نشوف إحنا دورنا إيه وإزاي نساعد، مش ننتقد بس وخلاص من باب الانتقاد. ده كمان الصعيد والريف فيهم
فيهم زعماء وفيهم علماء وفيهم قادة، قادة للأمة العربية والأمة الإسلامية. عندنا طبعا زعماء زي جمال عبد الناصر، عندنا في الشيخ محمود الحصري، عندنا في الرياض الحضري، عندنا محمد صلاح، عندنا الدكتور مجدي يعقوب، عندنا أسماء كتيرة قوي شرف للأمة العربية والأمة ومصر، وهم منهم من الريف ومنهم من الصعيد. دي كانت تعقيبي على ما بدر من أستاذ تامر وغير أستاذ تامر. أي حد يتكلم عن الشعب المصري ياريت نختار الكلام بعناية، لأن الكلمة إحنا ممكن نكون بنقولها كده ولكن تتسبب في إزاء ناس كتير. عودة للرياضة أستاذة آية، تفضلي. في أخطاء حصلت لفريق نادي الزمالك أثناء بعثته للسنغال لخوض مباراة الزمالك وتونجة السنغالي. أول خطأ يا أستاذ مجدي اللي هو انتهاء جواز سفر لاعب من لاعبة نادي الزمالك. الخطأ الثاني اللي هو تأخير نادي الزمالك عن ميعاده المحدد، المفروض أنه يوصل في 7 ساعات لكن وصل في 24 ساعة. نروح للخطأ الأولاني وهو خطأ جواز سفر محمد أشرف رؤى. المفروض أن اللاعب جواز سفره منتهي، المشكلة دي أو الخطأ ده ما حدش عرفه غير في المطار، يعني والفريق خلاص طالع المطار عشان يركبوا الطيارة ويسافروا. الخطأ كان في الوقت ده، ما لاحظوش الخطأ غير في الوقت ده. الخطأ ده تنسبه لمين يا أستاذ مجدي؟ طبعا طبعا الأمور الإدارية ديت، نادي الزمالك نادي كبير ونادي ما ينفعش إن احنا نسيب. معانا كابتن طارق سيد. طيب ماشي. اول ما جهزنا مكالمه للكابتن طارق السيد تعقيبا على الخطا الاداري الاولاني، ما يصحش اداري بحجم نادي اداريين بحجم نادي الزمالك ان هم يقعوا في خطا صغير زي كده، وان فعلا يتم حجب لاعب في المطار بسبب مشكله في جواز سفره. طب انتوا فين من قبل السفر بايام؟ وماذا عن الخطا الثاني؟ الخطا الثاني اللي هو التعاقد مع شركه طيران صغيره بالنسبة لنادي الزمالك أو باسم نادي الزمالك، فشركة الطيران اتعاقد معها نادي الزمالك صغيرة بالنسبة للنادي. الشركة وقعت الزمالك في خطأ كبير وهو تأخير الفريق عن ميعاده المحدد للوصول. المفروض برضو الخطأ ده ينسب برضو للإدارة، المفروض أن هي تتعاقد مع شركة كبيرة، عارفة أن هي تتعاقد مع مين. المفروض ده برضو خطأ إداري ولا إيه؟ طبعا موضوع القصه وما فيها باختصار شديد ان نادي الزمالك تعاقد مع احدى شركات الطيران الخاصه لاختصار الوقت او اختصار او توفير مال مش عارف والله، بس هو تم الحجز في شركه طيران خاصه وفي طريقهم تم ايقاف الطائره، تم نزول الطائره في الجزائر، لا في موريتانيا اعترضت لان الطياره مش جايبه تصريح بمرورها عبرها الجوي. تم نزول الطائرة في مطار الجزائر، وطبعا كانت هتبقى كارثة وكانت هتبقى مشكلة كبيرة لولا تدخل وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الأستاذ الدكتور أشرف صبحي ووزارة الخارجية ووزارة الطيران. وبنشكرهم طبعا على سرعة التفاعل مع الحدث وسرعة حل المشكلة. نادي الزمالك وصل متأخر عن ميعاده، المفروض كان يوصل في 7 ساعات، الموضوع كلفه 24 ساعة. الزمالك بسبب الحوار ده قدم طلب بتأجيل المباراة 24 ساعة، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر، لسه مش عارفين المباراة هتتأجل ولا لأ. بس طالما لحد دلوقتي ما فيش إجابة يبقى المباراة هتتلعب في وقتها الساعة 6 مساء غدا بإذن الله. الزمالك هيقابل تونجة السنغالي، نقول تاريخ لقاءات الزمالك مع الفرق السنغالية. الزمالك قابل الفرق السنغالية 5 مرات، فاز منهم في مباراتين واتهزم في مباراتين وكان تعادل حاضر في مباراة واحدة. الشيء بالشيء يذكر، النادي الاهلي عنده مباراه غدا ان شاء الله في تمام 3 عصرا مع فريق سيمبا التنزاني في نفس البطوله وفي نفس الدور، بطوله المجموعات، بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي قابل الفرق التنزانيه 16 مواجهه، كان اكثر من نصيب الاسد من فريق يانج افريكانز 8 مباريات. محصله المقابلات ديت الاهلي فاز 5 مباريات وخسر مباراه وتعادل مباراتين. اما عن فريق سيمبا التنزاني فتقابله هو والاهلي 4 مرات، الاهلي فاز مباراتين وخسر مباراتين، يعني النتيجه سجال. استاذ ايه اتفضلي. بيراميدز كان بيقابل راسنج الايفواري في الكونفدراليه وفاز عليها 2-0 بالامس.
نروح لمفاجأة الدوري، وأسوان فازت على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1. كمان المقاولين فازت على الجونة بنتيجة 3-2، لكن المباراة كانت من أمتع مباريات الدوري المصري حتى الآن. الإسماعيلي قابل إنبي وتعادلوا بنتيجة 1-1. تعقيبا على جملة ان في مفاجأة ان فريق اسوان فاز على الاتحاد السكندري، طبعا احنا في دوري ممتاز في كرة القدم بيضم افضل فرق في الدوري، وتقريبا كل الفرق متقاربة في المستويات، فمفيش مفاجآت في الدوري الا اذا كانت النتائج خارقة بتتخطى مثلا الخمس ست اهداف، انما غير كده طبعا كل الفرق عندها مقومات النجاح وعندها فرص الفوز. جدول الترتيب ايه عندك؟ الزمالك في مقدمة جدول الترتيب ب 29 نقطة، مصر المقاصة 23 نقطة، يليه الأهلي ب 21 نقطة، والمصري في المركز الرابع ب 20 نقطة، أما سيراميكا كليوباترا فهو في المركز الخامس ب 20 نقطة، والجونة 19 نقطة في المركز السادس، أما بيراميدز فهو في المركز السابع برصيد 17 نقطة، وإنبي في المركز الثامن، بيراميدز في المركز السابع برصيد 18 نقطة، وإنبي في المركز الثامن برصيد 18 نقطة، أما سموحة فهو في المركز التاسع برصيد 17 نقطة، وأسوان في المركز العاشر 17 نقطة، غزل المحلة في المركز ال 11 17 نقطة، والاتحاد السكندري في المركز ال 12 برصيد 12 نقطة، أما المقاولين فهو في المركز ال 13 برصيد 14 نقطة، وطلائع الجيش 12 نقطة في المركز ال 14، أما البنك الأهلي فهو في المركز ال 15 برصيد 10 نقاط، الاسماعيلي برصيد 9 نقاط في المركز ال 16، في المركز 17، والقبل الاخير هو الانتاج الحربي برصيد 9 نقاط، اما في النهايه ومتزايل الدوري هو وادي دجله برصيد 7 نقاط. طبعا المفاجاه بقى هي وصول فريق المقاولين العرب للترتيب ده، وطبعا انا بحيي اداره نادي المقاولين العرب على تمسكهم بالكابتن عماد النحاس واضافه، وان كان طبعا لكل جواد كبوه، ان شاء الله كابتن عماد النحاس يقوم بالفريق تاني ويطلع لنا ويحط لنا فريق المقاولين العرب في المقدمه، فريق العرب المقاولين العرب مصنع للنجوم ونجوم كبار طلعوا من نادي المقاولين العرب. كمان المفاجاه اللي غير متوقعه هي وصول نادي الاسماعيلي الى هذا الحد. ترتيبه كام عندك يا استاذ ايه؟ ترتيب نادي الاسماعيلي المركز ال 16 عنده 9 نقاط بس، طبعا ما يليقش بفريق كبير زي نادي الاسماعيلي، نادي فايز ببطولات الدوري وبطولات كاس واخد وصل لنهائي ابطال افريقيا، فريق كبير واحنا بنعتبره القطب الثالث للكره المصريه. ما ننساش الاداء اللي قدمه مع الزمالك في المباراه الاخيره ليه مع نادي الزمالك. الاسماعيلي قدم مباراه ممتازه، مباراه باداء عالي اللي هو اداء نادي الاسماعيلي اللي احنا نعرفه عنه، فاحنا بنتمنى ان الاسماعيلي يرجع زي زمان ويبقى في منافسه بين الاسماعيلي والزمالك والاهلي. والله مش الاسماعيلي بس، الحقيقه احنا بنتمنى كل الانديه اصحاب الجماهيريه، لان هم فعلا الجمهور هو اللي بيدي روح للبطوله والتفاعل مع المباريات ومع الاحداث. بنتمنى طبعا فريق الاتحاد السكندري، فريق اسوان، فريق غزل المحله، المنصوره يرجع تاني، كل الفرق اللي ليها جماهيريه وليها شعبيه نتمنى ان هم يرجعوا تاني الدوري ويرجعوا صوتهم يعلى زي زمان. وان كنت بقول يعني الفلوس والشركات، ولكن ليه ما كانش يتم دمج الشركات والضخ المادي بالانديه الجماهيريه واستغلال اسم الانديه اصحاب الجماهيريه. تعقيبا على مباراه الزمالك والاسماعيلي، فعلا الاسماعيلي ادى مباراه قويه جدا والزمالك ادى مباراه قويه جدا، كانت فادته افاده كبيره قوي وادته دافع معنوي كبير انه يفوز على الاسماعيلي، وكان في حالته كويسه جدا. المباراه فعلا لا تعبر عن ترتيب الاسماعيلي في الدوري، كانت مباراه فعلا مباراه جميله، مباراه قمه تليق بيهم، والزمالك خطف الفوز في الدقائق الاخيره بهدف فرجاني ساسي. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل قصير ونرجع تاني.
أثار الحكم الفرنسي رودي بوكيه الحدث في المباراة التي جمعت بين نادي نيس وضيفه موناكو في الأسبوع 38 والأخير من الدوري الفرنسي، عندما أوقف المباراة لإفطار لاعب مسلم. وقام الحكم رودي بوكيه بإيقاف اللقاء لمدة دقيقة من الشوط الأول من أجل كسر اللاعب يوسف عطال لاعب نيس يمه بكمية من الماء، لكون النجم الجزائري لعب صائما في هذه المباراة. ويبدو أن حكم المباراة كان على علم مسبق بأن عطال دخل إلى ميدان المباراة وهو صائم، ولذلك لم يتردد في إطلاق صافرة الإيقاف المؤقتة عندما حان موعد إفطار اللاعب. وحظيت بادرة الحكم رودي بوكيه بإعجاب كبير وإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وجهوا تحية احترام كبيرة لهذا الحكم. وقدم عطال أداء قويا خلال المباراة وكان نجمها الأبرز، فقد صنع الهدف الأول حين مرر عرضية قوية أمام مرمى الخصم حاول أحد لاعبي موناكو إبعادها فأسكنها في شباك نادي. ورجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين، وطبعا كان معنا مداخلة من الكابتن طارق السيد، بنعتذر ليه اللي هو طبعا لأن في الكنترول حاولوا الاتصال به أكتر من مرة وحاول الاتصال بهم أكتر من مرة ولكن الخطوط قطعت. بنقدم لك الاعتذار يا كابتن طارق السيد، وإن شاء الله في الحلقات القادمة تكون معنا. طبعا بنذكر السادة المشاهدين بمسابقتنا النهاردة، والجائزة 1000 جنيه يتم استلامها في الحلقة اللي بعد كده إن شاء الله. المركز الأول والمركز الثاني طقم ملابس. أستاذة آية اتفضلي قولي المسابقة تاني. المسابقة نقول سؤال المسابقة. قام حكم مباراة في كرة القدم بإيقاف المباراة لمدة دقيقة لإفطار لاعب صائم، في أي مباراة كانت واسم الفريقين واسم اللاعب واسم الحكم؟ والسؤال الثاني، لو دخل احد الجماهير ومنع هدف محقق هل يتم احتساب الهدف؟ هل معانا اتصالات ولا ايه يا جماعه؟ الاتصالات موجوده. طيب تمام. عوده لما يخص الاداره من الخطا. موضوع الحلقه النهارده طبعا عن الاخطاء الاداريه اللي بيقع فيها الانديه المصريه او الكره المصريه عموما. خطا زي كده طبعا كلف الجهاز الفني. الخطا الاول اللي هو عدم وجود اللاعب في القائمة أكيد أربك حسابات الجهاز الفني، وبناء عليه يعاقب أو يتم محاسبة المسؤول عن هذا الخطأ. طيب معانا اتصال. ألو ألو ألو، السلام عليكم. طب ممكن حضرتك تتصل بينا تاني؟ معلش الخط قطع. عودة تاني للأخطاء الإدارية. طبعا خطأ زي كده كلف الجهاز الفني، عمل له ارتباك طبعا ان كان باني خطة على لاعب ممكن يكون هو كان معتمد على اللاعب ده بالفعل في بداية المباراة. بالظبط كده. فطبعا دي لازم الأجهزة الإدارية تاخد بالها، وجهاز إداري بحجم نادي الزمالك أكيد الأمور زي كده عدت عليه كتير وعارف إن خطورة الأمر. ممكن مباراة زي كده تفرق في مسيرته في خلال بطولة قارية زي كده، وإحنا طبعا بننافس مصر هي المنافس الأوحد في بطولة القارة الأفريقية، وبرضو نفس الأمر التعاقد مع شركة خاصة لك أن تختار. ومعانا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج عالم رياضة. أيوة يا فندم اتفضل تحت أمرك. مجدي فرج. ايوه يا فندم اتفضل. حضرتك انا عاوز اجاوب على السؤال اللي حضرتك معلن على الشاشه يا فندم. اسم حضرتك ايه؟ احمد الطوخي يا فندم. احمد الطوخي. تمام يا فندم. منين يا استاذ احمد؟ من شبرا الخيمه. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل جاوب. الدوري الفرنسي. تمام. مباراه النيس وموناكو الفرنسي. تمام. اسم اللاعب يوسف عطال الجزائري. تمام. مسلم. اسم الحكم رودي بوكيه الفرنسي. تمام يا فندم. السؤال الثاني. تمام يا فندم. السؤال الثاني اللي حضرتك بتقول للمهاجم دخل يشوط الكره وفي لاعب نزل، في حد من الجمهور نزل وعطل الكره والكلام ده كله، تمام حضرتك الكره دي ما تحتسبش جول. لم يتم احتساب الهدف. لم يتم احتساب الكره هدف. تمام. شكرا استاذ احمد. شكرا استاذ احمد. انتظر معنا اخر الحلقه يتم الاعلان عن اسم الفائز وحضرتك تخش معنا في الساعه 3 دقايق الحلقه. طب يا جماعه الكابتن رضا البلتاجي.
طيب عفوا للساده، طبعا وقت الحلقه صغير جدا واتكلمنا في امور، كنا مستنيين طبعا الاتصالات من بدري شويه. تابعونا على صفحه البرنامج وهتعرفوا طبعا كل جديد وكل خطوه بنقوم بيها في برنامج عالم الرياضه. استاذ احمد اكتبي اسمه عشان نحطه معانا في السحب. دي طبعا اجابات بتاعه الاصدقاء على الفيسبوك على صفحتنا، صفحه البرنامج عالم الرياضه. تم فرز الاسماء قبل دخول البرنامج مباشره للاجابات الصحيحه، ويتم طبعا اضافه ليهم من هو في اجاباته الصحيحه من داخل الاتصالات. معانا كابتن رضا بلتجي. تمام. عوده للاخطاء الاداريه، طبعا يا جماعه لو كل واحد يشوف شغله وكل واحد يركز فيه ويتجنب الاخطاء ديت، صدقوني ان شاء الله هنرتقي بمصر سواء فنيا او اداريا وفي كره القدم وغير كره القدم. خطا اداري زي ما احنا قلنا من حق الزمالك انه يتعاقد مع الشركه اللي هو شايفها مناسبه ليه، سواء كان اقل سعرا سواء كان اوفر وقتا او كده، الا ان في النهايه لما حصل خلل زي كده، كلمه شركه يعني مجهوله او شركه صغيره احنا ما نعرفش اسمها ومش هنذكر اسمها، ما دام حصل منها خطا زي كده يبقى اكيد ان هم وقعوا في خطأ كبير، هم اللي وقعوا في الخطأ، ولكن برضه يتم محاسبة نادي الزمالك كما قال السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن يتم اليوم يعدي على خير وبعد كده يتم محاسبة من هو مخطئ. فريق الزمالك فريق كبير، مباراة زي كده تم الارتباك فيها بأكتر من شكل، وشكل فني وشكل إداري. طبعا اللعيبة مش عارفة هتلعب المباراة بكرة ولا لسه في تأجيل، كانوا منتظرين إنهم الفترة الزمنية ما بين السبع ساعات، فرق ما بين السبع ساعات والأربع وعشرين ساعة، كان هيبقى فيها راحة، كان هيبقى فيها مثلا محاضرات، كان هيبقى فيها تدريبات. طبعا التأخير ده حصل عمل لهم خلل سواء كان في المستوى البدني. ممكن يؤثر على المباراة التأخير ده أو الخطأ ده، ممكن يؤثر على سير المباراة؟ والله الحقيقة هيأثر ولو بنسبة بسيطة، لأن هيبقى فيه تأثير طبعا من التأثير على المباراة. وصلنا يا جماعة للكابتن رضا بلتاجي ولا لسه؟ طيب عشان خاطر نعمل السحب بس ونلحق برضو خلاص نعمل سحب دلوقتي. طيب خلاص ماشي، اسم المتسابق أحمد الطوخي حضرتك جاهز عندك؟ طيب خلاص احنا هنحطه هنا مع الموجودين. طبعا نروح لفاصل ونشوف الحالة التحكيمية اللي بنتكلم عنها، ونشوف اللاعب اللي تم فطر أثناء المباراة، ونرجع تاني نحضر السحب. رجعنا لكم بعد الفاصل. طبعا مش ده الفيديو اللي احنا قصدينه، ده الفيديو الثاني اللي هو لما لاعب دخل ومنع هدف. احنا كنا عندنا الفيديو الاولاني بتاع اللاعب لما خرج يفطر، الان يتم سحب على الجائزه الاولى. استاذه ايه طبعا اللي هتقوم بعمليه السحب وعمليه الفرز. لا حضرتك قلبي شويه كده. ايوه طيب عفوا، معانا الكابتن رضا البلتاجي. كابتن رضا رئيس لجنه التحكيم السابق، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك حبيبي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك كابتن رضا، منورنا برنامج عالم الرياضه. تعيش حبيبي. سؤال فني يا كابتن رضا سريعا، معلش هناخد من وقت حضرتك دقيقه. السؤال بيقول لو فيرويد تم قام بمراوغه حارس مرمى والمرمى بقى فاضي قدامه وسدد الكوره وهي في طريقها الى المرمى، دخل احد الجماهير ومنع الكره، هل يتم احتساب الهدف ام لا؟ لا، وفقا للقانون ما ينفعش احسب هدف الكره لما تتجاوز خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة، فكده لم يتم احتساب الهدف. لا، الحديث هنا بقى عن العقوبة الموقعة في الحالة دي، لكن بكل حال من الأحوال لا يحتسب هدف والكرة لم تتجاوز خط المرمى. طب إيه هي العقوبة؟ يعني حاسب الجول إزاي والكرة ما دخلتش؟ تمام. طب إيه هي العقوبة؟ ممكن كان أنا حتى في الكرة الشراب في الشارع من يعني ما يجوز سحب. طيب. فما بالك مباراة رسمية بيديرها اتحاد مصري او اتحاد قاري او اتحاد عالمي. طيب وعلى النقيض يا فندم، وعلى الجانب الثاني، ماذا لو دخل احد الجماهير وساعد المهاجمين ودخل الكره في المرمى، هل يتم احتساب الهدف؟
بص حضرتك، يعني هو انا اعتدت يعني اتكلم عن الحاجات اللي شفتها في الملاعب صدفتني. فانتوا بتدوروا على حاجه صعبه قوي يا جماعه، يعني بتدوروا على حاجه نادرا حدوثها. بالظبط. وان كانت بتحصل في مسابقات القسم الثاني والقسم الثالث والرابع، يعني في المباريات اللي هي في الاراضي الزراعيه، الملاعب المفتوحه، يعني ممكن تحصل حاجه زي كده بس مره في المليون. فلو حصل والكره ده شغاله ودخل احد المهاجمين وسدد الكره في المرمى، خلاص كده في عامل خارجي تدخل لا يحتسب الهدف، لا يمكن باي حال من الاحوال يحتسب الهدف، لا يحتسب الهدف. لكن انت بقى ايه تتعامل ازاي امنيا، وخاصه ان في ماتشات كتيره جدا بتقام بدون جماهير. بالظبط. ماتشات الناشئين وماتشات الدرجه الثالثه والرابعه، واللي بتكون موجود في اماكن يعني مهجوره نسبيه، او زي اراضي زراعيه او حاجه زي كده. وعايز اقول لك يعني حصلت لي يعني حاجه زي كده وانا في بدايه حياتي، يمكن من حوالي 30 سنه، لا اكثر من 30 سنه، 36 سنه، دخل واحد وشاط الكوره فاتعامل معاه بقى، وبعدين حظك الاسود بقى لو كنت لعب ابن العمده ولا حاجه هتضرب علقه يعلم بيها الا ربنا. تعاملت مع موقف ازاي يا كابتن؟ كابتن رودا بنشكر حضرتك، معلش عشان وقت البرنامج، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، وان شاء الله يكون لك معنا فرصه اكبر من كده. شكرا يا فندم. الاعلان عن اسم الفائز بسرعه عشان نعيش الوقت البرنامج. خلاص. ده اللي هياخد 1000 جنيه طبعا. عمر افندي نعم. ده على الفيسبوك، من على الفيسبوك اكيد. طب ده ان شاء الله في الحلقه الجايه هياخد معانا 1000 جنيه، يكون موجود معانا هنا، يتواصل معانا على صفحه الرياضه، صفحه برنامج عالم الرياضه في الجائزه الثانيه. عادل مجدي كده ان شاء الله الناس دول يكونوا يتواصلوا معانا على صفحه برنامج عالم الرياضه، ونشوف يكونوا موجودين معانا في الحلقه الجايه ان شاء الله اللي جايه على الهواء مباشره ان شاء الله. اعزائي المشاهدين نشكركم شكرا جزيلا، وعفوا وعذرا على الاطاله، نشكركم، تصبحوا على خير. جت في الشارع دي، ضربتوني يا استاذ، ايه تصبح على خير.